تحية للجميع، معكم بروفيسور تميم اللي هو أستاذ كلية الطب والصيدلة في مراكش، رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. اليوم غنتكلموا على جانب من جوانب ديال الوباء العالمي اللي هو كوفيد 19، المعلومات اللي كتخص التعامل مع الحالات ديال الوفيات الخاصة بهذا المرض. بالنسبة لكيفية التكفل بالجثث، فأولا عندما تقع الوفاة كيتم إخبار ديال الفريق ديال التدخل. هذا الفريق اللي هو فريق مكون فريق ديال المتدخلين متعددين اللي شرحنا على التكوين ديالهم هنا في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وكاين تنسيق من طبيعة الحال ما بين كاع المتدخلين اللي هما مؤسسة النيابة العامة من طبيعة الحال في مستشفى الوفيات غير الطبيعية، مكتب حفظ الصحة اللي مشكور كيقوم بعمل جبار معنا، وكل حالة كيتم التقييم ديال الأخطار ديالها قبل من التكفل كل حالة. كنحاولوا من خلال التكفل اننا نقصوا من تحريك الجثه، لانه كيف كتعرفوا انه تحريك الجثه كيعطي امكانيه خروج بعض السوائل يعني البيولوجيه بعد الوفاه، وبالتالي فخروج المخاض يعني ديال من الجهاز التنفسي او بعض السوائل يمكن يعرض الحياه ديال العاملين ولا الحياه ديال الاسر في لخطر. كنحاولوا اننا نقوم باخبار العائله مع تقديم التعازيم من طبيعه الحال للعائلات اللي توفى لهم القريب ديالهم، وكنخبرهم بانه شخص واحد اللي يمكن يحضر المراسيم ديال الدفن. كيتم القاء نظره ان امكن في داخل المصلحه ديال 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 الوفاه، وكيتم انتقال فريق مدرب للمكان ديال الوفاه باش اننا نهيئوا الجثه على حساب التقاليد والتقاليد يعني ديال الديانه ديال كل شخص، وخاصه احنا في المغرب التقاليد الاسلاميه كيتم التهيئه والتحضير ديال الجثه في مكان الوفاه، ومن بعد كيتم الوضع ديالها في واحد الكيس اللي خاص ديال الوفيات. هذا الكيس اللي هو كيتحكم الاغلاق ديالو، واللي ملي كيتسد خصو يتسد مره واحده يعني ما تعاودش يتفتح. هنا ملي كيتسد هذاك الكيس كنحاولوا اننا نديروا عمليه ديال التعقيم. بطبيعه الحال عمليه ديال التعقيم كتسبق التهيئ ديال الجثه، وكتعاود دار لهذاك الكيس اللي دات فيه الجثه. كيتم وضع الكيس اللي فيه الجثه داخل التابوت، ومن بعد كنحاولوا اننا نقموا التابوت وكنديروه كنحكموا الاغلاق ديالو. كنحاولوا اننا نهزوا الجثه من المكان المخصص الى السياره اللي غتقوم تقوم بالنقل ديال هذا. السياره التابعه لمكتب حفظ الصحه واللي كيكون مشرف على النقل ديالها هو شخص من مكتب حفظ الصحه اللي كيرافق الجثه من طبيعه الحال بعد إلقاء النظرة الأخيرة ديال العائلة على الجثة، وكترافق شخص أو شخصين إلى مكان الدفن. من طبيعة الحال كيتم تعقيم السيركوي كامل اللي كدوز منه الجثة حفاظا على السلامة، والسائق والأشخاص اللي كيكونوا كلهم يعني مرافقي للجثة كيكونوا لابد أنهم يكونوا لابسين لباس الواقي اللي معروف، والإزالة ديال هاد اللباس كتحترم المعايير في هذا المجال، وكتحاول أنه يعني تحيد باش نحافظوا على السلامة الصحية ديال الناس اللي غادي يمكن يمانيبوليوها من بعد. بالنسبة للأشياء الخاصة بالمتوفى، فإذا كانت أشياء اللي يمكن تعقم كتمشي للتعقيم بطرق تحترم المعايير ديال التعقيم، وإلا ما كانتش أشياء اللي ما عندهاش مثلا قيمة في حال الثياب في حال هذا كيتم يعني التخلص منها داخل يعني السيركوي ديال 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 هاد ديال هاد ديال هاد ديال هاد الأمور. عملية التشريح هي عملية تشريح بالنسبة يعني الحالات ديال الوفيات الغير طبيعية. بالنسبه للامراض اللي يمكن بالنسبه للوفيات اللي يمكن تكون معلقه بكوفيد 19 خاصها تكون دار في ظروف جد 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 في معايير جد جد محدده لاجراء التشريح، كتحترم من ناحيه التهويه من ناحيه تعقيم الادوات اللي كنستعملوا من ناحيه عدد الاشخاص، وبالتالي فقد ما يعني نقصنا
من التعامل مع الجوتات في هذا الوقت قد ما كيكون الخطر قليل. وإلا كانت ظروف يعني جد مناسبة فالتشريح يمكن في بعض الحالات يمكن يكون من إعطاء فكرة حول هذا المرض، ويمكن يدفع بالبحث العلمي في بلادنا. وكنتمنى أنه ما نشوفوش حالات كثيرة ديال الوفيات في هذا، والله يحفظ بلادنا ويحفظنا جميعا من هذا الوباء.